السلام عليكم وصباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. 10 ليالي من ليالي رمضان خلاص انتهوا، ما فضلش الا ساعات قليلة وينتهي رمضان. الناس اللي ما اجتهدتش اجتهدوا في الدعاء في الشوية دول، اعمل كل خير ممكن قبل اذان المغرب، ان شاء الله ربنا يتقبل منك ويضاعف لك الحسنات. امتى كانت ليلة القدر؟ هقول لك بسرعة رهيبة جدا. اول حاجة، انا لسه راجع دلوقتي من تحري يوم شروق 30 رمضان. فناس، انا بعرف ان في ناس كده بتبص لقيت لابس تيشيرت وبتاع، لا ده الراجل ده مش هينفع، مش هبص للي هو بيقوله. لكن عايز اقول لك ان انا بقالي 20 سنة بتحرى ليلة القدر من قبل اليوتيوب ومن قبل الفيسبوك، وبعمل التحري ده من زمان جدا، من وانا صغير كمان، وبعمل تحري مع والدي والحاجات دي، لكن الحمد لله واخواتي كمان. لكن دلوقتي بقى في وسيلة ان احنا نقول للناس، فبقالنا سنين طويلة الحمد لله لينا خبرة كبيرة في قصة التحري، ومش بنزكي أنفسنا ولا حاجة، لكن بحاول أعرفك علشان أديلك شوية ثقة. تاني حاجة عايز أقولها لك، كل التصوير والصور اللي انت هتشوفها في الفيديو ده كلها كانت متصورة بلايف فيديوز، يعني أنا عامل لايف بنفسي لكل الحاجات دي، أنا اللي مصورها بإيدي، محدش صور، أنا اللي صحيت ورحت وقعدت على البحر وصورت كل الليالي العشرة كلهم أنا اللي مصورهم بإيدي. وفي لايف فيديوز هتلاقوا لينك الفيسبوك ولينك اليوتيوب، كل حاجة هتلاقوها موجودة تحت الفيديو ده، اللي عايز يتأكد بنفسه من كل صورة من الصور اللي هتشوفوها دلوقتي. طيب امتى يا عم كانت ليلة القدر؟ خلص المقدمة دي، كانت مهمة جدا، كان لازم أقولها لك علشان يبقى عندك شوية ثقة في الكلام اللي أنا هقوله. أول حاجة، أول ليلة في التحري شروق 21 رمضان، انا ما كنتش موجود على البحر الحقيقه، ودي الليله الوحيده اللي ما كنتش موجود فيها على البحر، لكن كنت موجود في فندق في جنب الاهرامات كده، وصورت شروق الشمس من عند الاهرامات. شروق شمس 21 رمضان لم يكن شروق شمس ليله القدر، الشمس طلعت زي ما قدام حضراتكم كده صوره، يعني الحراره كانت عاليه جدا والاضاءه عاليه جدا مجرد ما بدا شروق شمس 21 رمضان. كل الكلام ده في مصر. ليه بقول لك في مصر؟ لان في دول تانية زي المغرب، زي الاردن، زي عمان، كلهم عندهم الايام مختلفة عن مصر وعن السعودية وعن الدول التانية العربية. خلاص، فعندنا تبقى زوجي، عندهم تبقى فردي، عشان كده بقول لك في مصر ليلة 21 في مصر لم تكن ليلة القدر. خش على التانية، ليلة 22 رمضان، بدأت بقى من وقتها لغاية آخر رمضان أبقى موجود على شاطئ النيل في مدينة رأس البر، بشوف شروق الشمس مجرد ما تخرج الشمس بشوفها مباشرة، وصورنا كل الصور اللي جاية دي ليلة 22 رمضان. شروق الشمس في 22 رمضان لم يكن شروق شمس ليلة القدر، وكل الصور، كل الصور اللي بتشوفها دي يا جماعة أنا اللي عاملها لايف فيديو، لايف فيديو يعني مش جايبها من حد والكلام ده خالص، أنا اللي مصور كل حاجة. دي 22 رمضان لم تكن شروق شمس ليلة القدر، الشمس كانت طالعة بأشعة قوية جدا. 23 رمضان نفس القصة من نفس المكان، شروق قوي جدا جدا، لم تكن شروق شمس ليلة القدر. 24 رمضان كانت وهم، الشمس قعدت حوالي 20 دقيقة مش باينة، وأول ما ظهرت هوبا هي دي اللي ظهرت قدامك. ده الصورة دي من اللايف فيديو اللي أنا عملته، شوفوا الشمس عاملة ازاي؟ قلت لأ، قمت مطلع الكاميرا كده ومصور صور فوتوغرافية، هي دي بقى الشمس يا جماعة، كانت مذهلة بمعنى الكلمة، كانش فيه أي إضاءة إطلاقا، أي عينيك توجعك، أصلا ما شفناش الشمس إلا بعد 20 دقيقة بالظبط من الشروق. بعد كده الشمس طلعت لفوق طلعت لفوق، فضلنا لغاية تقريبا الظهر مفيش اللي هو الحرارة، مفيش الحمار الفائع، الدنيا كلها كانت بيضة، ومصر كلها شافت البياض بتاع 24 رمضان، شروق 24 رمضان، يعني ليلة 24 رمضان. طب واحد يقول لي يا عم دي ليلة زوجية، عادي، انا لسه قايل لك ان المغرب والاردن وعمان ودول اسيوية اسلامية كان عندهم ليلة وترية اللي هي كانت ليلة 23 رمضان، ما كانتش ليلة 24 رمضان. خلاص؟ طيب هل هي دي ليلة القدر؟ لا، حط لي بقى الليلة دي على جنب لان هي اللي فيها شك وهنرجع لها تاني. خلاص،
خش في ليلة 25 رمضان. ليلة 25 رمضان في مصر الشمس أشرقت حمراء، ما كانش في أي مجال إن هي تكون ليلة القدر. 26 رمضان اللي هي قدامك دي برضو الشمس أشرقت حمراء ولم يكن هناك مجال إن هي تكون ليلة القدر. طب واحد يقول لي يا عم طب ليلة 27 اللي الدنيا اتقلبت عليه، الشمس أشرقت في ليلة 27 رمضان برضو أشعة حمراء لم تكن ليلة القدر. طب يا عم ده الدنيا كانت مقلوبة ومش عارف ايه، وانا استريحت نفسيا وكنت حاسس كده ان هي دي الليلة. عادي جدا يا جماعة، انت في العشر الاواخر من رمضان اي حاجة بتعملها وربنا بيتقبلها بتسيب اثر في نفسك، بتسيب لك اثر كده بطمأنينة وحاجة حلوة. فايه ربنا تقبل منك مليون مبروك يا معلم، كأنك بلغت ليلة القدر. لان انت عايز ايه من ليلة القدر اصلا؟ انت عايز ربنا يرضى عنك، يغفر لك، يتقبلك، يعتقك من النار ويستجيب لكل الدعوات الحلوة اللي انت دعيتها. مليون مبروك لو حصل لك ده في اي ليلة كأنها ليلة قدرك. عشان كده لما ربنا يتقبل منك هتلاقيك ايه، تقول الله ده انا حسيت براحة نفسية جدا في الليلة دي. لانها ليلة ما ربنا رضى عنك وقبلك واستجاب لدعواتك وعمل كل حاجة حلوة. خلي بالكم ربنا سبحانه وتعالى له عتقاء من النار في كل ليلة، مش عايز اخش في القصة دي. فلو كنت انت واحد من دول في الليلة دي دعيت وعيطت ووي، هتلاقي ربنا بعت لك طمأنينة كده فتشعر انها ليلة القدر. ولكن ليلة 27 رمضان لم تكن ليلة القدر، الشروق ساعتها طلع احمر جدا. ليلة 28 رمضان نفس القصة، شروق أحمر، لم تكن ليلة القدر. 29 رمضان هوب ستوب، ده موضوع مختلف. 29 رمضان الشمس خرجت حمراء ضعيفة، زي مين اللي قال تقريبا ابن عباس قال لك تخرج حمراء ضعيفة. ماشي، مش فاكر ابن عباس ولا مين، بس في رواية يعني ان هي لا حارة ولا باردة، تخرج الشمس بعدها يعني ايه حمراء ضعيفة، وفي رواية تانية بيضاء، تخرج الشمس بيضاء. خلاص طيب، الشمس يوم 29 رمضان في مصر خرجت تحس ان هي فيها ايه سنة حمار كده. وبعد كده يا معلم بعد شوية الحمار دول لمدة من 10 ل 15 دقيقة، ما كملتش 15 دقيقة بالايه بالحمار اللي هو تقدر تفضل باصص لها. بعد كده بعد ال 15 دقيقة الوضع اختلف شوية وبقى فيه حمار وبقت توجع العين. لكن ليلة 29 رمضان هل كانت ليلة القدر ولا لا؟ استنى حطها لي على جنب وتعالى نخش في اخر ليلة وارجع لك بقى مع ليلة 24 و29. اخر ليلة اللي احنا لسه شايفينها من شوية او من كام ساعة يعني، شروق 30 رمضان لم يكن شروق ليلة القدر. قدامك اهو شروق 30 رمضان لم يكن شروق شمس ليلة القدر. لكن تعالى لي بقى على ليلة 24 وليلة 29 رمضان. واحد هيقول لي يا عم ليلة 24 زوجية، هرجع اقول لك يا عم الحاج في ايام عندنا زوجية عند دول عربية واسلامية كتيرة كانت ليلة فردية. وفي ناس كتير اصلا اتكلموا في مصر ان احنا بدأنا رمضان بشكل مش مظبوط، لكن مش هو ده موضوعنا. خلينا اكلمك عن الليلتين دول وشروق الشمس في الليلتين دول. خلاص، شروق شمس 24 رمضان وشروق شمس 29 رمضان ان شاء الله بنسبة 100% واحدة من الاثنين دول كانت ليلة القدر. طب هما ايه؟ خلص يا عم وقول لي هي ايه؟ هقول لك ايه ده. بس بص يا سيدي، ليلة 29 رمضان بعد 15 دقيقة من الشروق او اقل دي بقت الصورة اللي في الشمس، الشمس بقى لها اشعة بقت منعكسة على الماء. ده اللي انا عامله في اللايف فيديو بتاعي، بعد ربع ساعة من الشروق كأقصى تقدير الشمس كان لها اشعة كبيرة جدا وكانت سطعة على المية، وبعد ما طلعت لفوق كمان وهج كبير جدا والدنيا صعبة جدا. ما كانش المفروض يعني مش موضوع سهل ان شمس ليلة القدر بعد 12 دقيقة تبقى متوهجة. خلاص حط لي دي على جنب وارجع لي على ليلة 24. شروق شمس 24 رمضان ابيض، الشمس لمدة 20 دقيقة مش شايفها. واحد يقول لي ده الرطوبة كانت عالية جدا، عادي طبيعي. انتوا عارفين يا جماعة ليلة القدر بتبقى كده عشان الملائكة حجبة واجنحة سيدنا جبريل حجبة اشعة الشمس، ملائكة طالعة صاعدة الى السماء واجنحة سيدنا جبريل فبتحجب اشعة الشمس، فتحس ان هي من انعكاس نور الملائكة بيضاء خلاص او حمراء خفيفة.
ماشي، فالشمس مشوفناهاش لمدة 20 دقيقة من الشروق في المكان اللي أنا فيه، ناس تانيين شافوها بدري شوية. خلاص بعد ما شرقت الشمس، ده الصورة اللي احنا شفناها في اللايف فيديو. أسكت؟ لا طبعا، طلعت الكاميرا بتاعتي وفضلت أصور في الشمس صور 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 مختلفة اللي انت بتشوفها دي، علشان أتأكد 100% ان قرص الشمس أبيض تماما. الشمس يا جماعة كانت قمر لغاية ساعة وي من الشروق، الشمس قمر. الشمس لو كانت فيها أي توهج أو مفيش حائل بينها وبيننا كنا هنشوف أي حمار أي صفار أي حاجة، لكن الشمس كانت بيضاء تماما. أنا سامع واحد دلوقتي بيقولك مش معنى إن هي بيضاء طب ما هي ممكن تبقى حمراء ضعيفة وتبقى ليلة القدر. آه ممكن، لكن البيضاء تماما دي لم تتكرر. البيضاء تماما دي على اختلافها، طلعت لفوق، اصعد 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 لمدة ساعة وي، الشمس بيضاء كالقمر. خلاص طب يا عم محمود انت هتلخبطنا ليه؟ طب هي ليلة 29 ولا ليلة 24؟ وجهة نظري الشخصية الضعيفة من وحي 20 سنة في التحري، هي لم تكن ليلة 29، هي كانت ليلة 24 رمضان في مصر. هي دي من وجهة نظر الشخصية هي ليلة القدر. واحد ادعي بيقول لي دلوقتي يعني انت عايز تقول لي ان احنا في السعودية كنا بادئين غلط وفي مصر كنا بادئين غلط؟ ماليش علاقة، انا لا ابني رؤيتي لليلة القدر من خلال الناس بدأت ايه ولا هم عملوا ايه، ليس لي علاقة. علاقتي كلها ان انا اوري لك الصور اللايف فيديوز. شمس 29 رمضان هي اللي ممكن تبقى ليلة القدر. 29 رمضان بعد 12 دقيقة كانت الصورة اللي قدامك دي فيها وهج، فيها سطوع على البحر، لم تكن ليلة القدر من وجهة نظري، ولكن ليلة 24 رمضان هي ليلة القدر في مصر، اللي هي ليلة 23 ليلة كم؟ 23 في الأردن، 23 في عمان، 23 في المغرب، 23 في بعض الدول الإسلامية في آسيا. خلاص يا جماعة، ليلة 24 رمضان وجهة نظر الشخصية كانت ليلة القدر في رمضان 2022. كل سنة طيبين، ربنا يتقبل منا ومنكم. في حاجة صغيرة كده، أي يوم أنت اشتغلت فيه قبل ما أقفل، يعني أي يوم أنت اشتغلت فيه واجتهدت وتصدقت وعملت 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 في العشر الأواخر من رمضان، اعتبر نفسك بلغت ليلة القدر. هنيئا لك، محدش يزعل، محدش يقول يا ده الليلة دي راحت عليا. عايز أقول لكم إن دي أقل ليلة أنا اشتغلت فيها في رمضان، أو أقل ليلة عملت فيها خيرات في رمضان. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وربنا يبلغنا رمضان أعوام مديدة إن شاء الله. كل سنة طيبين، استنونا بكرة هنعمل لكم لايف فيديوز من العيد وصلاة العيد في مصر إن شاء الله. شكرا لكم، كل سنة وانتوا بألف خير. سلام.